بالله هنبدأ محاضرتنا في الاكستشينج سيرفر 2013. كنا وقفنا في المحاضرة اللي فاتت على موضوع ان احنا كنا عايزين ننفذ الداج. وقفت معانا، نيجي كده نفتح السيرفرين، هنفتح اكستشينج واحد وهنفتح اكستشينج اتنين وهنفتح كلاينت. كده فتح اكستشينج واحد اي اكس واحد وفتح اي اكس اتنين. لو جينا هنا في سيرفرز، ادي السيرفرين هم شغالين معايا، ادي الداتابيز، ده الداتابيز بتاع سيرفر واحد سيرفر اتنين، وده الداتابيز بتاع سيرفر واحد. هنيجي هنا اول حاجة كده هنروح عشان نقدر نعمل الداج، بقى هناخد بقى الكونفجريشن من جديد، هناخد الكونفجريشن بتاعتنا من جديد. هنيجي هنا على اي اكس واحد، هنروح كده نعمل داتابيز جديده، هنسميها داتابيز داش واحد. هتكون ريليتد بانهي سيرفر؟ هتكون ريليتد باي اكس واحد، ماشي كده. هنحطها في نفس الباص واقول له سيف. هنيجي هنا على اكس اتنين، هنيجي هنا نقول له ايه، احنا عايزين نعمل داتابيز، هنسميها db-db-2. هنقول له انت هتكون related ب ex2، اقول له اوكي سيف. يبقى انا كده عملت داتابيز على السيرفر ده وعملت داتابيز على السيرفر ده، تمام كده. طبعا هيطلع لك warning ان انت لازم ايه تروح تعمل ريستارت الانفورميشن ستور. هنا برضه بيطلع لك ورنينج انت لازم تعمل ريستارت الانفورميشن ستور. طبعا الاثنين داتابيز اهم، ده ريليتد بي اكس واحد وده ريليتد بي اكس اتنين. نفس الكلام لو جينا هنا في اكستشينج واحد هتلاقي عندك اتنين داتابيز، هتلاقي عندك داتابيز واحد ودي ريليتد بالاكستشينج بتاعها، ودي داتابيز اتنين ودي ريليتد بالاكستشينج بتاعها. هل حد شايف هنا في اكس واحد في هنا اكس اتنين، ولا في اكس اتنين في هنا اكس واحد؟ لا مفيش موجود. طيب نروح دلوقتي نعمل ايه؟ نبدا نعمل الكونفجريشن بتاعتنا خطوه بخطوه بتاعتي الداج. طبعا هنمسح الداج القديم ده اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. طبعا هو ما سمعش هنا خالص. هنيجي هنا اول حاجه على الدومين كنترول، اول حاجه هنيجي على الدومين كنترول، هنيجي كده نفتح اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، او حضرتك ممكن تيجي هنا على الرن تروح تقول له ايه، حضرتك ممكن تقول له dsa.msc، برضه هيفتح لك Active Directory Users and Computers سواء من هنا أو من هنا. هنيجي هنا في Active Directory Users and Computers دي، هنروح نعمل إيه؟ هنروح هنيجي عند كمبيوتر. خلي بالكو الجزئية اللي أنا بشرحها دي دلوقتي محدش شارحها بالتفصيل، الجزئية العامة دي مفيش حد شارحها بالتفصيل. هنيجي هنا على كمبيوتر، هنيجي هنا نقول له رايت كليك كده، هنيجي طبعا انت هتلاقي عندك هنا عمل لك جهازين باسم داج. هنروح كده نروح نمسح ده الداج ده خالص، هنقول له كده هنشيل الداج ده خالص اللي هو كان عمله قبل كده. هنيجي هنا نكريت كده، هنقول له نيو كمبيوتر. الكمبيوتر اللي احنا هنعمله ده هنسميه داج، هنسميه كده، هنقول له كده داج 01، ماشي كده. هنقول له اوكي. هنيجي هنا في فيو هنقول له ادفانسد فيتشرز،
هنيجي على الكمبيوتر اللي احنا كريتناه دلوقتي اللي هو داك 01، هندوس رايت كليك، هنقول له بروبرتيز. هنلاقي عندك تاب هنا اسمها سيكيورتي، في تاب عند حضرتك هنا اسمها سيكيورتي. هاجي عند التاب بتاع السيكيورتي واقول له كده اد. هنيجي هنا على سكيت تاب بتاع السيكيورتي واقول له اد، وهاجي هنا اضيف له الجزئيه بتاعتي، اقول له انا عايز اضيف اللي هو اكسشينج تراست سب سيستمز، اقول له انا عايز اكسشينج تراست سب سيستمز اللي هي دي. هاجي هنا اقول له اوكي اوكي، ولازم حضرتك تديله ليها في الكنترول، لازم حضرتك تديله ليها في الكنترول وتقول له ابلاي. هتيجي هنا تقول له اد، هتيجي هنا في اوبجكتس، طيب انا عايز ادخل السيرفر اللي هو اي اكس واحد. هتيجي هنا اتعلم على كمبيوتر، انا جايبها لكم تاني. هتيجي هنا هضيف الكمبيوتر اللي هو اي اكس واحد، هاجي هنا في اوبجكت تايب، هعلم على كمبيوترز، هقول له اوكي، هنقول له ادفانسد فايند ناو، هندخله مين؟ هندخله اي اكس داش واحد، هقول له عايز ادخله اي اكس داش واحد. اوكي اوكي، وبرضه نفس الكلام هديله فول كنترول، اقول له ابلاي اوكي. بعد كده هاجي هنا ادوس له رايت كليك كده واقول له ديسيبل اكونت، انا مش هشغل الاكونت ده اللي انا لسه مكريته، لازم حضرتك تروح تعمل له ايه؟ تعمل له ديسيبل، تمام كده. بعد كده هنروح على الكلاينت، هنيجي هنا نروح على الكلاينت بتاعنا ده اللي هو اللي انا هخليه ويتنس سيرفر، اللي انا هعمله ويتنس سيرفر. نيجي هنا مثلا على السي، خلي بالك ريكومندد من مايكروسوفت بتقول لك خلي بالك الويتنس ده يفضل ان هو يكون على الفايل سيرفر، يفضل ان هو يكون على الفايل سيرفر، وفي ما بينهم داج، وفي ما بينهم في لوفر كلاسترنج، يفضل ان هو يكون على الفايل سيرفر، ويكون ما بين الاثنين دول يكون ما بينهم ايه؟ في لوفر كلاستر ما بين الاثنين. هنيجي هنا على اي بارتيشن عندك، هندوس له رايت كليك كده وهنكريت له فولدر، تمام كده. هنكريت الفولدر ده وهنسميه مثلا ديج، ولا هتشير ولا هنعمل اي حاجه، ولا هنشير مش هنشير ولا نعمل فيه اي حاجه، تمام كده. بعد كده هنيجي هنا هنفتح الرن كده، هنقول له ايديت، هندخل طبعا الجهاز ده، هندخل فيه هيكون ممبر جواه اللي هو اكسشينج تراستد سب سيستمز. هنيجي كده نقول له اليوزر، mgr.msc، اليوزر mgr.msc. هنيجي هنا عند لوكال يوزر اند جروب، هنيجي هنا في جروبس، هنيجي هنا في ادمنستريتور، هندخل هنا الجروب اللي اسمها اكسشينج تراستد سب سيستمز، لازم الجهاز ده يكون ممبر في الجروب اللي اسمها اكسشينج سب سيستمز اللي هي موجوده عندي هنا، الاكسشينج سب سيستم يكون ممبر جواها، يكون الراجل ده ممبر جواها هنا، تمام كده. بعد كده الخطوه اللي بعد كده هنروح على اكسشينج واحد، هنيجي هنا عند داتابيز افيلابيلتي جروب، هنقول له اد، هنسمي الداج بتاعي، هقول له مثلا هسميه داج 01، الويتنس سيرفر بتاعي او السيرفر بتاعي اللي هيكون ويتنس
الفولي كواليفايد دومين نيم بتاعه اسمه ايه، نيجي ناخد اسمه بالظبط من هنا، طيب الويتنس دايركتوري موجود فين؟ الويتنس دايركتوري موجود على الاي في فولدر اسمه داج، هنيجي ناخد الباص ده كده ونحطه له هنا، هنيجي هنا نكريت الداج بتاعنا، ندي اي بي للداج بتاعنا ونقول له مثلا 10.90.90.207، نقول له اد سيف، تمام كده. هنيجي بعد كده هنيجي هنا نقول له مانج داج ممبر شيب، هنضيف بقى السيرفرات بتوعنا اللي هندخلهم جوه الداج واقول له اوكي، اقول له سيف، هيبدا يكريت الداج وهيبدا يعمل لك الديزاستر ريكفري ما بين الاثنين. طبعا الجزئيه دي ما كانتش بتظهر لنا المره اللي فاتت، موضوع ان هو بدا يكرت بعد ايه الداج اهو، افيلابيلتي جاب لك ال 45 ثانيه. دخل بقى على السيرفر التاني اهو اللي هو X2، بينزلك الفيتشرز بتاع في الاوفر كلاسترنج اهو، انا انستولينج ذا ويندوز في الاوفر كلاسترنج كومبوننت اون سيرفر EX-2. بص قال لك ايه سيفنج كومبليت سكسسفولي، عملها لك ايه خلصها لك. لو جينا هنا على السيرفر التاني عملت ريفرش هتلاقي الداج اتوصل اهو بما بين EX-1 وEX-2، هنا نفس الكلام هتلاقي EX-1 وEX-2. هنيجي بقى على الداتابيز، الداتابيز بتاعتنا اهي، هتلاقي في عندك حاجة جديدة ظهرت، بص كده لو عملت ريفرش قال لك ايه اد داتابيس كوبي، اد داتابيس كوبي يعني ايه اد داتابيس كوبي؟ يعني هو هيروح دلوقتي هيروح اكس واحد هيروح يعمل كوبي للداتابيس دي على فين؟ على اكس 2 هنا، هيدخل لي اكس 2 هنا، هتكون هنا السيرفرات كوبي هتبقى اكس داش واحد واكس داش 2، بحيث لو السيرفر ده وقع الداتابيس هتعمل ايه؟ تقعد شويه كده ديسماونتد، بعد كده هتكون ماونتد على السيرفر التاني. هنيجي كده على الداتابيز الاولانيه، هنيجي هنا نقول له اد داتابيز كوبي، طبعا سبيسيفاي ميل بوكس سيرفر، علم لي على السيرفر اللي انا عايزها تبقى تاخد نحط لها كوبي فيه، هعلم على اكس 2 اقول له سيف، اوكي سيف، هيبدا عمليه الكوبينج. الداتابيز كلها بتتنسخ هناك، اي دي بي فايل اهو. سيفنج كومبليت سكسسفولي، بص كده بقت اكس واحد موجود فيها منها نسخه هنا
وفي منها موجود نسخة هنا. لو عملنا ريفريش هو بيبقى فيه نسخة هنا. لو انا رحت كده على الباس بتاع الـ EX بتاع الاكسشينج بتاعي، رحت هنا على الدي ميل بوكسز تشينج سيرفر فيرجن ميل بوكسز، هتلاقي ادي داتابيز واحد، داتابيز واحد اهي، وداتابيز اتنين. داتابيز واحد المفروض عندك هنا في اكس 2. نكمل مع بعضينا. طبعا احنا دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا ريبليكيشن ما بين داتابيز واحد، داتابيز واحد عملت منها نسخه على داتابيز اتنين، على اكسشينج اتنين، ادي داتابيز واحد اهي. هاجي هنا بقى، هنا داتابيز اتنين هي ما فيش منها الا نسخه على اكسشينج اتنين بس اهو. هنيجي بقى نعمل لها بريبليكيشن على داتابيز واحد، على اكس واحد، على اكسشينج واحد. هنيجي هنا هنيجي نقول له ايه؟ اد داتابيز كوبي، ادي داتابيز اتنين. انت عايزها تكون ريليتد مع مين تاني؟ تحط نسخه منها فين تاني؟ اقول له انا عايز احط نسخه في اي اكس واحد، خلي نسخه هناك. اقول له اوكي سيف، هيبدا يعمل لها كوبي فين؟ على اي اكس واحد، على اكسشينج واحد، بحيث عمل لها كومبليت سكسسفول. بحيث بقى تي لو السيرفر اتنين ده وقع، هي في منه نسخه هنا. بص الاثنين بيعملوا ريبليكيشن مع بعضيهم، الاثنين كده عاملين ريبليكيشن مع بعضيهم. دي الجزئيه بتاعت المره اللي فاتت اللي كانت واقفه معانا، نقولها تاني. يبقى احنا دلوقتي الخطوات بتاعتنا عشان نقدر نعمل الداج مظبوط، اول حاجه هنا باجي هنا على داتابيز، بكريت هنا في اي اكس واحد، في اكسشينج واحد، بكري داتابيز اسمها داتابيز واحد. باجي هنا في اي اكس اتنين، بكري داتابيز اتنين. فكله في كل اكسشينج من الاكسشينج دول كل واحد ليه داتابيز خاصه بيه. وباجي هنا على اكتف دايركتوري، باجي هنا على اكتف دايركتوري، بدخل على اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز. باجي هنا بكري، باجي هنا على كمبيوتر، بكري كمبيوتر اسمه داج 01، وحتى مايكروسوفت في التل في التك نت بتاعتها بتشرط بتشترط ان الداج بتاع ان الكمبيوتر ده يكون اسمه داج، الكمبيوتر ده يكون اسمه داج. حضرتك بتكري الكمبيوتر ده، بتدوس له رايت كليك كده وتقول له نيو كمبيوتر، بتسميه داج. بعد كده بتيجي هنا على فيو، بتعلم على ادفانسد فيتشرز. بعد كده بتخش على الداج اللي احنا كريتناه ده وتقول له بروبرتيز. تيجي هنا على التابع بتاع السكيورتي، قلنا ان احنا ضفنا حاجتين، ضفنا حاجتين، ضفنا ايه؟ ضفنا اكشنج تراستد سب سيستمز واعطينا له فول كنترول، وجينا ضفنا مين؟ جينا هنا قلنا له اد، وعلمنا على اوبجكت، وعلمنا على كمبيوتر، ورحنا ضفنا مين؟ ضفنا اي اكس داش اي اكس واحد، ضفنا يكون ممبر جوه الداك ده اي اكس واحد. بعد كده رحنا على الكلاينت، رحت كريت فولدر. ادي خلي بالكم دي دي الكونفجريشنز بتاع الداج. كريت فولدر اتفضل. معلش الحته اللي فاتت دي تاني، حضرتك رحت عشان الصوت قطع فيها، معلش. يبقى انا هنا رحت عملت ايه؟ رحت هنا ضفت كمبيوتر اسمه ايه؟ قلت له كده، جيت هنا كمبيوتر، دوست له رايت كليك، قلت له انا عايز نيو كمبيوتر، سميته داج. وزي ما قلت لك مايكروسوفت بتقول لك ريكومندد ان انت تكون مسميه داج. بعد كده بتروح تعمل ايه؟ بتدوس له، بتيجي هنا على فيو تقول له ادفانسد فيتشرز. بعد كده بتخش على الكمبيوتر اللي انت حضرتك ضفته ده، دوست له رايت كليك، بعد كده قلت له بروبرتيز. بتيجي هنا على التاب بتاعت سكيورتي، بتضيف هنا الجروب اللي اسمها اكسشينج سب سيستمز، اكسشينج تراستد سب سيستم، ولازم تدي له ليها فول كنترول. بعد كده بتقول له اد، وبتيجي هنا على اوبجكت تايب، بتعلم على كمبيوتر، وبتقول له انا عايز اي اكس، اي اكس، اي اكس واحد، انا عايز ادخل السيرفر ده اللي هو الماستر بتاعي، يعني السيرفر الماستر بتاعي. بعد كده لازم حضرتك بتدوس له رايت كليك عليها وبتقول له ديسيبل اكونت، لازم حضرتك تيجي توقف عليها وتقول له ديسيبل اكونت. كده خلصنا من الاكتيف دايركتوري. بعد كده بروح هنا على الويتنس بتاعك، السيرفر اللي هيكون ويتنس. قلت لك مايكروسوفت بتقول لك ان ده
ريكومندد يكون نازل عندك على الفايل سيرفر، والفايل سيرفر اصلا يكون عندك في ايه، يكون الفايل سيرفر منزل عليه الفلوفر كلاستر وفي ما بينهم ريبليكيشن، وتنزل تخليه هو الويتنس سيرفر. باجي هنا انا قلت احنا ممكن مش شرط ان الويتنس ده يكون سيرفرات، فانا جيت هنا على ويندوز كلاينت عندي، جيت هنا على الاي كاريت فولدر وما عملتلوش شير، جيت على كاريت فولدر عادي خالص وما عملتلوش اي ادنى شير، ادي بروبرتيز ادي شيرنج، هو اللي عمل شيرنج من نفسه انا ما عملتش شير. وجيت هنا بعد كده رحت عملت ايه، دوست هنا سواء دوست رايت كليك قلت له مانج عشان تخش على اللوكال يوزرز اند جروب، او جيت هنا في الران قلت له ايه ال يو اس ار ام جي ار دوت ام اس سي، راح دخلك نفس الكلام على لوكال يوزرز اند جروب. جيت هنا في جروبز، دخلت هنا في الادمنستريتور، خليت ممبر جوه الادمنستريتور اكستشينج تراستد سب سيستمز، ماشي كده. بعد كده رحت عملت جيت هنا على اكس واحد ورحت كريت الداك بتاعي خالص عادي خالص. بعد كده جيت هنا قلت له مانج داج ممبر شيب، ورحت دخلت السيرفرين بتوعي اللي هو اكس واحد واكس اتنين وقلت له سيف، راح زي ما انت شايف كده اضافهم. بعد كده جيت هنا اخر حاجة جيت على الداتابيز اللي هو اكس واحد مفيش منها النسخة اللي هنا، اكس اتنين مفيش منها نسخة من اكس واحد من داتابيز واحد. جيت هنا عملت ريفرش وجيت هنا قلت له ايه اد داتابيز كوبي، راح عمل كوبي للداتابيز اللي موجودة اللي هي داتابيز واحد، عمل منها كوبي فين في اكس 2. لو انا جيت هنا على دي على بروجرامز على كمبيوتر مايكروسوفت مايكروسوفت تشينج سيرفر فيجن 15 ميل بوكسز، هتلاقي عندك ايه داتابيز واحد اهي. طيب انا عندي داتابيز اتنين، لو جيت هنا حضرتك على الاي على الدي اللي احنا مكاريتين على الاكتشينج، دخلت على ميل بوكسز مايكروسوفت تشينج سيرفر فيرجن 15 ميل بوكسز، هتلاقي عندك داتابيز اتنين اهي. يبقى هنا اي اكس واحد في داتابيز اتنين واي اكس اتنين في داتابيز واحد، عشان الاتنين يقدروا يعملوا ريبليكيشن ما بينهم وبين بعض. وحضرتك كده لو جيت هنا فتحت السيرفر مانجر وجيت هنا وقفت على لوكال سيرفر، هتلاقي ان السيرفر ده بكلاستر نود كلاستر اوبجكتس تايب كلاستر نود. نفس الكلام لو جيت هنا على اي اكس واحد وجيت كده فتحت السيرفر مانجر، وجينا هنا في لوكال سيرفر هتلاقي عندك ايه ادي الكلاستر نيم بتاعك اسمه داك 01، ده نوع الكلاستر بتاعي، وادي الكلاستر اوبجكتس تايب اسمه كلاستر نود. لو جيت هنا هتلاقي عندك نزل لك الفيتشرز اللي اسمها في لوفر كلاستر مانجر، تلاقيها نزل. طبعا احنا ما كناش منزلينها، هو اللي نزلها ونزل لك كلاستر اوير ابديتنج، وراح نزل لك شويه حاجات بقى تيه في موضوع الكلاستر بتاعنا. دي جزئيه ايه، دي الجزئيه اللي كنا وقفنا فيها المره اللي فاتت، طبعا كانت اخر محاضره فاحنا كنا واقفين فيها. حد عنده سؤال يا جماعه في الجزئيه دي لحد دلوقتي كده؟ حد عنده اي سؤال في جزئيه الداج؟ طيب انا هوقف المحاضره دي كده. اتفضل، حد عنده حد سؤال؟ حد مش فاهم ازاي الداج بيتكريت؟ نشرحه تاني؟ طيب احنا هوقف المحاضره دي كده، هسميها انستولينج داج، وهنعمل بقى محاضره جديده كاميرات الداج يعني.